إذن وصلنا إلى فقرتنا الرئيسية وحديثنا عن المسؤولية الاجتماعية. شيء محزن أنه تنزل للشارع العام وتقول لأي واحد من المارة تعرف شيء عن المسؤولية الاجتماعية يقول لك والله ما سمعت عنها. مسؤولية إيه، اجتماعية إيه، بس كمفهوم. طيب هو موظف شركة، الدور غائب من قبل الشركات، منا كإعلام للأسف الشديد، من الجهات المعنية. موضوعنا لهذا اليوم دور المسؤولية الاجتماعية في توطين الوظائف. وصلنا يكون معنا الأستاذ عسكر الحارثي، أمين عام مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض. أهلا وسهلا أستاذ عسكر. يا هلا، حياك وانت الله. من الناس اللي يعني تقاتل بقدم وساق لتوطين هذا المفهوم في المجتمع، خاصه في مدينه الرياض ومنطقه الرياض من خلال المؤتمرات. نرحب فيك مره ثانيه استاذ عسكر، ونقول قبل ما ندخل في دور المسؤوليه في توطين الوظائف، مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه مغيب كثير عن موظفي الشركات او حتى عن المواطن او الشاب بشكل عام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أشكر لكم الاستضافة. شكرا لك. وخليني قبل أدخل في الموضوع أشيد بهذا البرنامج. أنا حقيقة يمكن تابعته كفكرة، ولكن سرعة التنفيذ ونجاح البرنامج هذا شيء يثلج الصدر. الحمد لله. ومن الأشياء اللي أنا أحس بفخر بوجود سعوديين جزء من البرنامج، أنه قائمين عليه ونجح البرنامج بهذه الصورة. الحمد لله، شكرا لله. وطبعا ما ننسى مجهوداتكم في الاستشارة، وطبعا هذا جزء من مشروعنا، يعني استفادة من التجارب السابقة عندكم كمسؤولية اجتماعية أو حتى كغرفة تجارية. الله يسلمك. بالنسبة للمفهوم التقرير، طبعا أنا ما اطلعت عليه إلى الآن اللي ذكرته، لكن أنا أعتبره جزء من الموضوع. أنه عادة أي مفهوم يحتاج لفترة حتى يتوطن. احنا يمكن الفترة الماضية ركزنا على الشركات والقطاع الخيري أو مؤسسات المجتمع المدني، لأنهم هم اللي بينفذون البرامج وهم اللي يشتغلون عليها. فكان هدفنا الأول المعنيين بالدرجة الأولى بتأهيل البرامج. كنا نتوقع أن وصلنا إلى جزء معقول من الشارع، ولكن قد يبدو أنه مفاجأة لنا. هل والله حتى أنا أقول لك، يعني حاولنا نطلع مراسلينا في أغلب المناطق، في اثنين ثلاثة يعرفوا جزء بسيط، لكن الجزء الأكبر حتى رفض أنه يتحدث لنا وقال لو سمحتوا أنا ما أدري، شيلوها عن الموضوع. هذا الشيء يعني إحنا طبعا وكجهة إعلامية مفترض أنه نركز يعني ليس فقط على الجانب الإيجابي في الثلاثة أو الأربعة، لكن على الجزء الأكبر اللي إلى الآن ما وصلت الثقافة. صحيح. فإحنا اليوم كنا في ندوة في جمعية الأطفال المعوقين عن المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري، وطرح المحور الإعلامي. فمن ضمن الإجابات أنه ما زالت في حساسية بين الشركات وبين الإعلام في موضوع طرح مفهوم برامج المسؤولية الاجتماعية. طرح مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتغطية برامج المسؤولية الاجتماعية، لأنه ينظر لها أنها قد تكون أشياء إعلانية بالنسبة لهم، أو قد تكون الإعلام يحس أنه يعطي الشركة أكبر مما أعطت. فما زال الموضوع الإعلام والتوعية والتثقيف بالمسؤولية الاجتماعية. نعم. إذا ننتقل إلى محورنا الأساسي في البرنامج، دور المسؤولية الاجتماعية في توطين وظائف. هل المسؤولية الاجتماعية ساهمت في توطين وظائف بالنسبة للشركات؟ هو المفترض أنها تساهم في توطين الوظائف، لأنه إذا أخذنا المسؤولية بشكلها أو بمفهومها العالمي، جزء من المسؤولية الاجتماعية هو التوظيف موظفين من المجتمع المحلي. حتى لو كنت شركة أجنبية وليست شركة سعودية، يجب أن يكون لك إسهامات في استدامة التنمية في المجتمع المحلي، ومنها التوظيف. فيمكن بالشركات السعودية قد يكون في ميزات غير اللي هو المسؤولية الاجتماعية. أنت تكسب مسؤولية اجتماعية وحتكسب مميزات من السعودة اللي تعطيك إياها الوزارة، فأنت يعني كسبان من الجهتين. ايضا لو الشركه تخلت عن جزء او ساهمت بجزء من الارباح في مقابل توظيف سعوديين، حتى لو كانوا بسعر اعلى من السوق، او تحملوا بعض التبعات في سبيل انه تاهيل موظفين للعمل في القطاع الخاص، انا اعتقد انه يعتبر مسؤوليه الشركه الاجتماعيه. فضلا على انه كثير من الجهات، حتى الجهات خلينا نقول الاجنبيه، المستثمر الاجنبي هنا مسؤوليه الاجتماعيه تجاه البلد انه يوطن الوظائف. شيء مؤكد. يعني اللي هم اصحاب المصلحه، اصحاب المصلحه المجتمع المحلي. نعم. جزء منها التوظيف، جزء منها التوظيف، التاهيل، التوعية، التثقيف. هذه أشياء، أدوار يجب أن تقوم بها الشركة سواء محلية أو أجنبية. طبعا إذا كانت مع وطنية المسؤولية أكبر عليها تجاه بالتوظيف. طبعا هي تبدأ من التدريب والتأهيل والتوظيف، ثلاث مراحل يجب أن تساهم فيها الشركة. جاء فترة من الفترات كانت الشركات تعمل بموضوع التدريب وبشكل كبير، لأنه ما في التزام في نهاية التدريب. يعني هو يدرب
ويخرج ولكن لا يلتزم بتوظيف والأسباب يعني هل هو غير مهيأ ولا ما اجتاز التدريب؟ والله انا اسمع من طبعا انا لست اي نعم، لا من من وجهة مجال نظرك الاعمال. بحكم انك طرحت هالجانب. اي انا اسمع منهم انه فيه اشكاليات تواجههم في السعوده، في عدم الالتزام، في التاهيل المهني، انه مخرجات التعليم لا تتناسب مع الوظائف المتاحه الان، وانه يعني كثير من هالاسباب اللي ذكرتها لك. نعم أستاذ عسكر، جزء كبير من المسؤولية الاجتماعية ترى ليس يا جماعة خير على صعيد الشركات أو على أنت كأمين والموظفين الموجودين عندك ولزموها الشركات، احنا جزء كبير منا كمسؤولية اجتماعية الأهل بالدرجة الأولى، أنه كيف يوصلوا مفهوم هالوظائف حتى للجيل اللي موجود الآن. أتوقع جانب المسؤولية الاجتماعية جانب جدا كبير، لكن ودي يعني نعرج على موضوع المسؤولية الاجتماعية من العائلة تجاه الوظائف بنقل الصورة الصحيحة، بدل ما نقعد نمنع هالأبناء من فرص كثيرة وفي الأخير يطلع لك مقاولين يقولوا يا اخي والله ما جبنا شباب سعوديين. صحيح، أنا معك. هي عملية اللي ممكن نسميه قيم العمل، إنه الشخص يتربى من يوم صغير إنه بدون العمل ما له قيمة، وإنه القبول بالعمل البسيط في البدايات، وإن الشخص يكبر مع الوقت، وإنه فيما بعد سيصبح له ما يريد. لكن يبدو أن قيم العمل عندنا تركزت في إنه بعض الوظائف عليها بعض الملاحظات من منك مجتمعنا، كمجتمع منا كمجتمع. والشيء الاخر انه احنا يبدو ان الفكر ايضا كان انه لازم تتوظف في وظيفه اداريه وفي منصب معين، ولا ما تبدا من البدايه. نعم الوظائف المهنيه اجتماعيا ايضا احنا للأسف لسه ثقافتنا ما بنود زالت الى الان. قاصر. فدور من المسؤول الاجتماعي هو تاهيل الناس او القيام بحملات توعويه لتغيير هذا الفكر تجاه نعم الوظائف وقيم العمل نعم بالتحديد. أستاذ عسكر، يعني دائما نتكلم عن الجزء هذا بحيث أنه ما ننضم للقائمة عدم المسؤولية الاجتماعية ولا مبالاة منا كجهات إعلامية، إذن بإيدكم ليش يعني الآن كم مؤتمر أنتم عملتوا في منطقة الرياض؟ اثنين مؤتمرين نعم، خاصة بالمسؤولية الاجتماعية؟ مؤتمرين ومعرضين، أي نعم والثالث بعد شهر. نعم كلها تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية بشكل عام، هل أنه دخلت في حيز أنه دور المسؤولية الاجتماعية في توطين الوظائف ولا لسه أنتم ما وصلتوا لثقافة المسؤولية الاجتماعية بشكل عام؟ لا، احنا بالنسبه كان ناخذ عنوان نعم فرعي كتوظيف الى الان ما وصلنا. احنا يعني أنا أفهم من كلامك أنه ما زال المجتمع ما زلتم معاناة مع المجتمع في فهم المسؤولية الاجتماعية من الجهتين من الشركات ومن ال ومن وايضا احنا نحاول ان نخلق شراكه بين مؤسسات المجتمع المدني والشركات، لان هي الطريق الى تفعيل المسؤوليه الاجتماعيه. لذلك فكره المعرض ان نجيب الجمعيات ونجيب الشركات ويلتقون مع بعض ويتناقشون، وكل واحد يطرح احتياجه للطرف الاخر، كانت انا اعتبرها نقله جديده في المؤتمرات والندوات اللي احنا نطرحها من خلال. لكن انا اشيد بالفكره، انا على استعداد للشراكه معكم كبرنامج نعم لطرح ملتقى او معرض او مؤتمر لدور الشركات في توطين في الوظائف، توطين الوظائف كمسؤولية اجتماعية. وهذا جزء جدا هام. أيضا جزء آخر أستاذ عسكر، كثير من الشركات خلينا نقول هي تطبق جزء ما نوعا ما في موضوع المسؤولية الاجتماعية بتحديد يوم معين، يوم مسؤولية الاجتماعية، وبالتالي يحق لك أنت كموظف أنك تجيب أسرتك. أنا أبغى هاليوم كيف نقدر نستثمره في توطين الوظائف أو حتى زرع مفاهيم تهتم بالمسؤولية الاجتماعية؟ طبعا المسؤولية الاجتماعية فيها دور داخلي داخل الشركة، غير دور الشركة تجاه المجتمع. طبعا الشركة ملزمة تجاه موظفينها بتوفير بيئة صحية، بتوفير خدمات للموظف وأسرته، ومن ضمنها مثل ما قلت الأيام أو الحفلات أو المناسبات اللي تقام للموظفين وأسرهم. يعني أنا أقول هي مناسبة للشركات أنها تعطي جرعات من الثقافة في هالجانب تجاه الموظفين، ولا يكون يوم عادي مجرد حفل وفرح ويجيبون لهم يعني أشياء فعاليات ترفيهية بسيطة. أشياء ترفيهية. وأنا صراحة حقيقة عجبني بعض الشركات تلتزم تجاه أبناء الموظف، يعني مثلا إذا توفي أو تقاعد إذا كان أحد أبنائه مؤهل ليش؟ إنه فهي من باب الوفاء للموظف ومن باب المسؤولية الاجتماعية، ممتاز انه يستمر ايضا في الشركه. أنه يستمر في الشركة. جميل نعم. جدا. تدري شو المحزن استاذ عسكر؟ واحنا طبعا المسؤوليه الاجتماعيه يمكن من زمان كنا نتكلم في الموضوع حتى من برامجنا الاولى كمجموعه روتانا وكقنوات روتانا وتحديدا قناه روتانا خليجيه، انه نتكلم على المسؤوليه الاجتماعيه واحنا مسلمين.
بينما يعني هذه أتوقع واحدة من القيم اللي موجودة عندنا، سواء كنا أسر أو حتى كنا جهات، أو سواء جهات أو حتى أفراد، أنه نطبق هالقيم اللي موجودة. بينما لو نعمل مقارنة خارجية، كثير من الشركات والجهات والدول سبقتنا كثير، ما استفدنا من الوازع والفطرة اللي موجودة عندنا في تطبيق، وخلينا نقول في الإكثار من مثل هذه البرامج. نعم صحيح. أنا متضايق كثير من الوضع هذا، أنه جالسين يعني أنا معك أنه ما فيه دين يحث على مثل هالأشياء وعلى التكافل وعلى مساعدة الآخر حتى غير المسلم مثل الدين الإسلامي. والحقيقة أنه إحنا ما زلنا في يعني ما زال نحتاج أن نكون أفضل من ما نحن فيه. متى نوصل لمرحلة كمسؤولية اجتماعية منك، سواء أنت كجهة تتبع جهة حكومية أو غرفة تجارية صناعية بالرياض، أنه والله نعملوا شراكات مع وزارة التربية والتعليم، شراكات مع وزارة التعليم العالي، خلينا نقول شراكات أكاديمية، بحيث أنه نستفيد من هالأماكن الأكاديمية ونزرع فيهم هالقيم والمبادئ؟ احنا نحتاج تكاتف الجميع حقيقة. وأنا ما أخفيك أنه طبعا لما نقيسه قبل كم سنة، الحقيقة أنه أنا أقول لك في نقلة لكن بسيطة، يعني هي أنا أقول لك الموضوع في نمو في مفهوم المسؤولية، وفي نمو وفي قبول أيضا من الشركات ومن المجتمع لهذا المفهوم هذا. أيضا الآن فيه تنظيم للمسؤولية الاجتماعية على المستوى الحكومي، والآن في تنظيم يدرس وسيقر الآن لتحديد الأدوار فيما يخص القطاعات الثلاثة بالمسؤولية الاجتماعية، وقد يكون التنظيم هذا مدخل لنقلة جديدة في المسؤولية. ممتاز. احنا طبعا لما نقصد القطاعات الثلاثة اللي هي الحكومي والخاص وايضا القطاع الخيري، اخيرا وانت طبعا احد ابناء الغرفة التجارية، خلينا نتكلم ونستثمر وجودك الان في دور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في توظيف وتوطين وظائف السعوديين في اقل من دقيقة، معلش. الحقيقة انه الغرفة لها دور تجاه مجتمعها كمسؤولية للغرفة تجاه المجتمع التي فيه. لدينا مركز توظيف من 2001 يقوم بعملية ربط الموظفين بالقطاع الخاص. من 2001 توظف أكثر من 13 إلى الربع الثالث أكثر من 13 ألف سعودي من خلال مركز التوظيف بالغرفة. السنوات الأولى كان بسيط، الآن كل سنة، السنوات الأخيرة كل سنة توظف الغرفة في الشركات والمصانع حوالي 3000 موظف سنويا، يعني بما معدله يوميا حوالي 10 موظفين يتعينون من خلال مركز التوظيف بالغرفة في القطاع الخاص. لا تتحدث على صعيد 10 وظائف بل 10 بيوت، خلينا نتكلم بالمنطق. نعم. ونعمل منطق ونعمل تجربة بإذن الله. طبعا تكلمنا قبل مع الأستاذ خالد القحطاني. نعم. في الطريق في مركز التوظيف ومركز التدريب والتأهيل، نتمنى انه استفاد. هذا هذا جزء يعني بسيط بالنسبة للغرفة، هي ترى انها جزء من المجتمع يجب ان تساهم. صحيح. في هالأشياء هذه. أستاذ عسكر الحارثي أمين عام مجلس مسؤولية اجتماعية بمنطقة الرياض، شكرا لكل حضورك، أتمنى لكم التوفيق وإحنا معكم شراكة دائمة بإذن الله. تسلم. شكرا. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، لا قدر الله صار في حادث وأنت مأمن، ألو السلام عليكم، مين نجم؟ نجم هالمرة مشاهدينا تساهم في توطين وظائف وتضع نفسها رقم 2 في توطين وظائف السعودية بعد الفاصل. كرما أبقوا معنا. ماذا ستقدمون من خلال البرنامج بالنسبة لجانب التوظيف؟ لدينا اليوم حوالي 400 وظيفة شاغرة. احنا اعلنا عن 2000 وظيفة في دواجن وطين للفتيات، سواء معها متوسطة، سواء معها ثانوية، سواء معها دبلوم. مستعد اني اقبل كل سنة بحدود 200 الى 250 شاب سعودي وشابة سعودية. العدد اللي طارحين احنا حول 50 وظيفة في مجال خدمة العملاء والتسويق والمبيعات. أكثر من 50 وظيفة طال عمرك في. نعم. إدارية وأكاديمية. حددنا أنه لا يقل من 1000 طالب بعد تخرجهم. 150 وظيفة حالياً وعلى مستوى المملكة حوالي 70 وظيفة. 80 إن شاء الله. 80 فرصة وظيفية. إحنا عندنا الآن 2500 وظيفة. يا هلا ويا مرحبا، ولهم رواتب أشياء مشجعة جداً. يهمنا طال عمرك الشخص الجاد، يهمنا طال عمرك الشخص اللي فعلاً عنده هدف معين أو هدف في حياته. موضوع الوظائف عندنا موجود الوظائف. نعم. أنا بس يعني إذا كان من الأخوان يجونا، ودائماً نصيحتي للأخوان الشباب الجدية. هذا البرنامج برعاية بن سمار للتجارة والمقاولات.